خويا بالنسبه للازمه ديال الدجاج دابا داير 25 اليوم، وقبل العيد كان داير 27 28. بالنسبه للاثمنه طالعه بزاف اخويا، الدرويش راه مقهور دابا الصراحه. تقال احنا دابا باركين الحوان دابا حاله، ولكن البيع ما كاينش والو. بالنسبه للاثمنه غاليه بزاف اخويا، الشيء راه المسكين راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه هو الحمراء دايره دابا 15 درهم، دابا المسكين كيمشي على الضيطه هذاك 10 دراهم 7 دراهم 8 دراهم. هاد الناس مقهورين بزاف الصراحه. تقال بالنسبه للارتفاع ديال الدجاج طالع والخضره طالعه وما شاء الله وصافي. دابا طالع دابا خويا، غادي يبقى طالع دابا حاليا، دابا السوق غادي يبقى طالع دابا حتى للعيد ويفوت العيد، لان العلف غاليه وكل شيء غالي دابا، والفلوس غالي والعلف غالي وما نقصوا لهم والو. ما بالنسبه للدجاج غالي بزاف اخويا الصراحه. قال على المسكين كاع حوايج المسكين، الخضره ولا الدجاج ولا داكشي صراحه بزاف السوق طالع بزاف. هذا بالنسبه للبيع والشراء ما بقاش كيدخل كاع السوق هو دابا. راه بالنسبه للبيع والشراء خطا، ودابا كاين شحال واحد خطا في الكرو، شحال واحد تنعرفو انا ما بقاش كيدخل الكرو، خطا مسكين بزاف. الدجاج غالي اخويا دابا، تقول للمراه فروج ب 50 درهم 60 درهم راه بزاف. واه غالي اخويا، من العراسات ما كاين لا عراسات لا والو، بالنسبه كلشي غالي الله يحفظك. خضرة غالية، الدجاج غالي، غالي بزاف اخويا الفلوس الصراحة. والدجاج هو غالي، الدجاج ديالو خصو يدير 15 درهم 16 درهم، هادشي اللي كنطلبو من الناس المسؤولين. لا المواطن والو اخويا، المواطن راه تقهر دابا، المواطن راه صافي، راه صراحة مبقاش عنده فين يزيد. المسؤولين اخويا يكون بالنسبة للدجاج شوية خصو يدير 18 درهم 17 درهم، والخضرة خصها تطيح شوية، وكل شيء خصو يطيح شوية باش المسكين حتى هو غير الحوايج اللي ياكل المسكين. ما خلي عندهم حوايج كيكون الناس لاباس عليهم ما كندوروش بهم، حنا كندورو غير على المساكين. النسبة خصو يدير 17 درهم 18 درهم حتى 16 درهم.